أسعد الله مساءكم سادتي وأحبتي مشاهدينا الأكارم، نحن وإياكم والحلقة الأخيرة من المرحلة الأولى والنسخة الأولى من وجيها بالحسين، هذه المسابقة التي أقامتها قناة الكميل الفضائية. نعم، وإلى المتسابق السادس من النجف الأشرف الملا علي الشمرتي. معكم المتسابق علي الشمرتي، 25 سنة من محافظة النجف الأشرف. أكثر الشخصيات من الأئمة سلام الله عليهم المتأثر بهم هو الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام مصيبته ما أعظمها من مصيبة، وكل الأئمة كانوا يعني يعيشون مصيبة الحسين بحزن عظيم وكبير جدا. وبعد هو قال الإمام الحسين عليه السلام: أنا عبرة كل مؤمن، ما ذكرني من مؤمن إلا واستعبر. طموحي بالمجالس هي أن أبتش الناس على مصيبة الحسين عليه السلام، وهذا دوري وهذا أهم شيء عندي، أنه أخلي دموع محبين الحسين تنزل على مولاهم الحسين عليه السلام. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ياك الله. ولو خاف ناخذ شوية زايد من الوقت استحملونا حتى نهيئ الأجواء. فد وروح لك، خلا أولا كل الهلا بيك. الله يسلمك، فد وروح لك. منين؟ من النجف. من الحي الميلاد. تشرف يا حبيبي. تشرف. عمرك قد؟ 25 سنة. كل العمر، بس شغلة واحدة فدوة أروح لك. أيوة. ملا هو البيت أبو ذية والقصيدة فدوة. يعني ماكو شيء زايد يعني تهيئ يعني تاخذ من وقتك ملا انت رادود بعد انقطع القصيده ملا علي انت رادود الله يسلمك فدوه اروح لك هو حتى نهيه هو مجلس يعتبر ان شاء الله هو كله مجلس ابو ذي حضور خدمه الحسين سيد حسن وحج ابو بشير الله يحفظكم ان شاء الله يا علي يا علي صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدتي ويا يا مولاتي يا زينب كبرى يا أم المصائب يا زينب مولاتي زينب سلام الله عليها وهي في طريق السبي وما أدراك ما السبي تسمع زينب شلون السولف وهي بالسبي تقول وعر جاي وعر جاي يا ريت السيف حز نحري ويلاه يا بي ريت السيف حز نحري وعر جاي واقول اللو درب شفته الله اكبر انا اقول لو درب شفت وعر جاي السبب لناك تهزيله يا صاحب الزمان عذرا مولاي آسف الروايات مو بس تقول هزيله لا تقول بغير وطاء وبغير هواديج الله يعين قلب زينب وشلون حالها صورها السبب لنا يا قت هزيل وعر جاي أنا أموتن أموتن من تميل النوق بي يا بي أموتن من تميل من تميل النايا يا قبيل الشاعر حسين طالب السماوي سنت إن شاء الله نسولف ويا صاحب الزمان سلام الله عليه ونسولف لسان حالنا احنا المقصرين والمذنبين
وكل واحد فينا عاشق المولاه شيء اكيد شيء اكيد. فاريدك تهيئ لي قلبك وروحك وياي. بارك الله فيك. ولحضور صاحب الزمان بهذا المجلس المبارك صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاعر يقول أندبك والخجل ثوبي العذر منك يا محبوبي كسرت قلبك ذنوبي يا مهدي يا مهدي. فدوى أروح لك إن شاء الله. أندبك والخجل ثوبي العذر منك يا محبوبي كسرت قلبك ذنوبي يا مهدي. أندبك والخجل ثوبي العذر منك يا محبوبي كسرت قلبك ذنوبي يا مهدي يا مهدي. واحنا شو نقول له؟ اين استقرت بك النوار اين استقرت بك النوار اين المشتاق اين استقرت بك النوى اين استقرت بك النوى اين استقرت بك النوى يا مهدي في ذنب عذاب انا الما يحترم جرحك انا الما بالبكي مواسيك انا المين تحب يضحك أنا الماتيك في ذنب عذاب أنا الماي احترم جرحك أنا المابيل بجي مواسيك أنا المنتين تحب يضحك أتوب للذنب أرد وصيبك نبلة بالشبت تجيني وأنا أبتعد آه 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 يا أنس الماء لك أنس بغربتك قلبي ما يحس خذت نغوائي والنفس آه 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 أتوب للذنب أرد وصيبك نبلة بالشبيد تجيني وأنا أبتعد آه آه يا أنس الماء لك أنيس
غربتك قلبي ما يحس خذتنا هوائي والنفس آه من تأخيرك وملتهي بغيرك بارك الله بيك أحسنت 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 والله أحسنت بارك الله طيب الله انفازك شيخنا لك رأس فضله أثابك الله حبيبي الشيخ علي الله يتقبل أعمالك إن شاء الله ما عندي تعليق على إمكاناتك قدراتك ما شاء الله ولا زلت أقول أن الصوت النجفي صوت مثقف وواعي وما شاء الله عندك قوة وقدرة في الأداء وتلون في النغم و يعني قراءة سليمة إنصافا بالمجمل الملفت الجميل هو هذه الالتفات ويمكن يعني أتجاسر بمحضر سماحة الشيخ هذا البعد اللي أنت لامسته قضية أن التوبة التوبة المجالس الحسينية عدلوا التوبة يقولون عدلوا التوبة يعني الدموع ش كثر تنظف الإنسان وش كثر تكون طريق إلى الله ش قد أجرها عظيم أن ولو كانت بجناح بعوضة هالشكل يثاب الإنسان التوبة هو غسيل غسيل للإنسان بعد المجلس تحصل به هذه التوبة أيضا ولكن عن طريق الدموع فلذلك المجلس عدل التوبة ذكر الحسين عدل التوبة البكاء على الحسين عدل التوبة الكتابة في الحسين عدل التوبة كثير من العرفاء يتكلمون عن أنه لا يمكن أن ينال الإنسان أي مقام رفيع إلا بالحسين ما عندك حسين لا مقام لك الطريق محجوب بغير الحسين عليه السلام هذه انتباهة جدا رائعة وجدتها في النص أحسنتم. فسامحوني شكرا لكم شيخا وشاعرا شكرا شكرا الله شكرا استاذ واثق تفضلوا حبيبي علي ما خفت عليك انت من بيئه تعرف تختار الشعر جيدا موفق المن القصيده يا شاعر منتظر الجنابي احنا حتى يعني نحفظ حقوق تحياتنا له وموفق حبيبي الله احسنتم ابو عباس الغالي مولى علي شيخ علي الله موفق يا حبيبي موفق الجميع سرورنا الكبير أن نجد شباباً واعياً مرتبطاً بجراحات أهل البيت ومرتبطاً بذلك الذي لأبكين عليك بدل الدموع دما هذا الوقار وهذه السكينة المرسومة على جنباتك وهذا الاعتراف والاعتذار جميل من الرادود أن نجد لغة الاعتذار والاعتراف بالتقصير مرسومة لأنك رسول الطف رسول الجراحات بصوتك وباختيارك للشعر اللحن المن اللي خادمكم إن شاء الله الانتقال النغمية اللي صايرة عند الشباب والوعي النغمي يعني جميل إذا يكون لهذا الحد حتى لا يفقد الإحساس فكانت لوحة متكاملة جزاك الله خير جزاء أضفت على لحنك شرعية هو أنك استندت على إيقاع الماضي في اللطم والأحاسيس ثم الانتقال إلى الإيقاع الآخر أجدت وأبدعت يا أبو حسين أحسنتم أحسنتم شيخنا الطائي تفضلوا حبيبي سيدنا موفق ملا علي بارك الله بيك أنا بالنسبة لي أقول جميل جدا أنه الرادود يكون مثقف مثل ما بيّن الأخوة وينتقل القصيدة اللي فيها بعد ورسالة أكو بعض الرواديد ممكن يريد يؤدي فيشوف القصيدة نغمياً توالم صوته يؤديها من دون ما يلتفت للكلمات هذا النمط اللي أديته أنت هذا اللي نبحث عنه وهذه الرسالة اللي نريد نوصلها علماءنا علمونا هذا الأمر تحديداً أنه نخلي ربط بين المستمع وبين صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف فتجي أيام شريفة محرم رمضان أيام العزاء لابد نذكر الإمام ونثقف المجتمع كيفية التعامل مع الإمام بارك الله بك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونجى لهم أئمة ونجى لهم الوارثين. موفق إن شاء الله يا مولاي. شكرا لك. كل الهلا بك. عافية عليك. عافية. عافية أبو حسين. يعني اعطونا نصائح والحمد لله وشكر أدينا والباقي يم الله للبيت. لا ماكو شيء ما حبيناه، بالعكس احنا جايين هنا نتعلم يعني، وهي منافسة في حب الحسين عليه السلام.